ميرنا الحسن مراسلة أورينت نيوز عبر الهاتف من إدلب. أهلا بك ميرنا. إذا تصعيد من قبل طائرات الاحتلال الروسي على مدن وبلدات جنوب إدلب، ما تفاصيل لديك ميرنا؟ بداية وسام، دعني أنوه عن خبر إلغاء خطبة الجمعة في كفرنبل جراء تردي الأوضاع الأمنية على خلفية المجزرة التي طالت تلك البلدة في ريف إدلب الجنوبي بالأمس، وأيضا جراء تحليق مكثف للطائرات الحربية وأيضا طائرات الاستطلاع في سماء المناطق المحررة في الشمال السوري. بالأمس وفي ساعات الليل كان هنالك عدة غارات جوية من قبل طائرات تتبع للعدوان الروسي على الأطراف الشمالية لخان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، مما أدى لأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. قبل تلك الغارات كان هنالك مجزرة في مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي راح ضحيتها 13 قتيلا، بينهم طبعا 5 أطفال و3 نساء وقرابة 30 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال. بعض تلك الإصابات كانت في حالة حرجة، تم نقلها إلى المشافي الحدودية مع تركيا، والإصابات الأخرى تم نقلها إلى النقاط الطبية المجاورة لمدينة كفرنبل، إضافة لدمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة وأيضا المحال التجارية جراء استهداف السوق الشعبي. أي نتحدث عن استهداف متعمد لذاك السوق نتيجة وجود عدد كبير من السكان ومن الأهالي الذين يذهبون كل خميس لهذا السوق. أيضا بالتزامن مع تلك المجزرة في كفرنبل كان هنالك قصف مدفعي وصاروخي آخر على مدينة خان شيخون، وأيضا قتل طفل وأصيب 3 مدنيين، قتل طفل وأصيب 3 مدنيين في مدينة معرة النعمان أيضا جراء استهدافها بأربع صواريخ محملة بالقنابل العنقودية. هنالك أيضا قذائف مدفعية وصواريخ شديدة الانفجار سقطت على بلدات الهبيط ومعرة حرمة وجرجناز وأيضا حرش عابدين والقصابية، وهنالك أيضا سجل سقوط صاروخين على سراقب، وأيضا هنالك عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء جراء استهداف مدينة خان شيخون كما ذكرت لك. كل تلك المجازر وذاك القصف الذي طال المناطق والبلدات في ريف إدلب الجنوبي يتبعه إيقاف لعمل المدارس من جهة وشلل في حركة المدنيين والحياة العامة من جهة أخرى. نعم، طيب ميرنا، وردنا أن هناك دعوات من أجل التظاهر هذه الجمعة اليوم أقصد، استنكارا طبعا لهذه الحملة التصعيدية إن صح التعبير من قبل الاحتلال الروسي وميليشيا أسد. نعم وسام، عادة في كل جمعة ما تخرج المظاهرات من المساجد في عدة مناطق ومدن، لكن يبقى الوضع الأمني هو المسيطر على الساحة، أي هو الذي يتحكم بإمكانية خروج تلك المظاهرات أم لا، خاصة أننا ذكرنا قبل قليل أن هنالك في سماء المحرر عدد من الطائرات سواء كانت حربية أو كانت طائرات استطلاع تقوم بتصوير تلك المناطق، مما يؤدي لتخوف بين السكان من ارتكاب وتكرار مجزرة الأمس في كفرنبل وإعادة السيناريو ذاك على مناطق عدة، خاصة أننا نتحدث عن أعداد كبيرة تخرج من المساجد بينهم أيضا أطفال وشبان وأيضا مسنين، لذلك يمكن أن يكون هذا سبب من الأسباب التي ربما تقلل من عدد النقاط التي سوف تخرج بمظاهرات أو من إلغاء بعض المظاهرات التي كان من المقرر أن تخرج بالأمس. وبالتزامن مع قصف كفرنبل كان هنالك وقفات احتجاجية وهي إحياء لذكرى المجزرة الكيماوية التي تم ارتكابها قبل 2 في خان شيخون والتي راح ضحيتها 10 المدنيين بين قتيل ومصاب خنقا جراء استخدام الغازات السامة في خان شيخون. شكرا جزيلا لك ميرنا الحسن مراسلة أورينت نيوز، كنت معنا عبر الهاتف من إدلب.